من بيروت الآن ينضم إلينا سيروج أبيكيان الباحث والكاتب السياسي. سيد أبيكيان أهلا وسهلا بك. بقدر ما نسمع أن لدى مختلف الأطراف لا نية لي أن يتوسع أفق هذا الصراع وأن يكون لبنان جزءا منه، بقدر ما نشاهد على الأرض سلوكا قد يشي بغير هذا، هل يدفع بلبنان دفعا لكي يكون جزءا من هذا الصراع الدائر؟ مساء الخير لكم. العمل الأخير كان قصف إسرائيلي على سيارتين وقتل فيها منذ ساعات 3 أطفال وجدتهما المسنة. وكما أعلنت القيادات العسكرية الإسرائيلية بأن أنواع الصواريخ التي يستعملها حزب الله بات مختلفا. ولكن هناك شبه اتفاق حتى الآن بأن لا تتوسع دائرة القتال أو الكر والفر. وأنا أرى أن الموضوع موضوع جنوب لبنان مرتبط بالمباشر بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. لذا إيران ليست بصدد أن تذهب بحزب الله إلى حرب في حين هي في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لكن بعيدا عن هذه النقطة سيد أبيكيان، يعني عدد الذين استهدفوا على قلته، أنا لا أتحدث عن قتلى حزب الله الذين قدرت أعدادهم ب56، لكن أتحدث عن بعض مصابي الجيش اللبناني الذين استهدفوا، ولو خطأ كما قيل، عن بعض المدنيين الذين استهدفوا، عن أحد الصحفيين أو المصورين الذي جرى استهدافه بالرصاص الإسرائيلي. كل ذلك ألا يضع عبئا على الحكومة اللبنانية، على لبنان الرسمية، أن تتصرف أو أن تتخذ موقفا؟ نعم، وزير خارجية لبنان الأستاذ عبد الله أبو حبيب أعلن منذ قليل بأنه سوف يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بما قامت به إسرائيل اليوم، وهذا هو الموقف اللبناني لا أكثر ولا أقل. علي أن أذكر حضرتكم والمشاهدين بأن جاء على لسان رئيس وزراء لبنان السيد نجيب ميقاتي بأن قرار السلم والحرب ليس بيد الحكومة اللبنانية، وهذا أمر صحيح. لذا تبقى المواقف، لكن بعد ذلك يلام حزب الله أو تلام الفصائل لأنها تتخذ بعض التصرفات الطائشة غير المحسوبة، وأنها يجب أن تشرك لبنان في قرارات الحرب تماما كما قرارات السلم، وهذه أيضا ثنائية غير مفهومة. برأيي طبعا هناك ضرب للقرار اللبناني، ولكن نظرة حزب الله بأن هكذا أمور تكون أحادية الآراء، لا يمكن أن نتفق على مقاومة أو على التوقيت أقله. ونعلم التباينات السياسية الداخلية في لبنان أودت إلى سيمر أكثر من عام وليس لدينا رئيس جمهورية، ونحن أمام فراغ مقبلون عليه. إن لم يمدد لقائد الجيش فلا يكون للبنان قائدا للجيش، خاصة لأن رئيس الأركان أيضا لا يوجد رئيس أركان. فلبنان أمام لكن هل هناك ظرف أو هل هناك افتراض ما يمكن أن يحدث في لبنان، أن يكون لدى المقاومة في جنوب لبنان تصور يخص الرد مثلا على إسرائيل حتى لو كان ردا متكافئا يتوافق عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وتتوافق عليه القوى السياسية؟ هذا يعني يبدو أنه أقرب إلى الحلم. حتى نعم، المواقف السياسية في لبنان، أولا ليس لدينا رئيس من رئيس جمهورية. رئيس الحكومة أعلن بأن ليس سوى عليه إلى تقديم البيانات أو الدعاوى أو الشكاوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة. البرلمان اللبناني في غياب رئيس فهو يكون يعني وفق الدستور يكون فقط هو لجلسات انتخاب رئيس جمهورية، لا يمكنه التشريع إلا للضرورات. فهناك تغييب أو غياب للدور اللبناني الرسمي الفاعلي. وأيضا وإن كان موجودا، الاتفاق في لبنان أشبه بالمستحيل، لا غير ممكن. لذا يبقى في الساحة حزب الله. القرار داخل لبنان ضمن دائرة معينة في بحجم حزب الله هي بيد حزب الله، ولكن في الدائرة الكبرى هي أيضا
أكرر في يد إيران وليس في يد أي طرف لبناني. شكرا جزيلا لك من بيروت سيروج أبيكيان الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت.